نحن هون بحي أرلا نزل برميل متفجر على بنائين، كل بناء مؤلف من 5 طوابق، في 3 مفقودين هن النساء، عم نبحث عنهم حتى الآن بإيدينا طبعا معنا آليات، وفي أكثر من 10 مصابين أسعفناهم الحمد لله هن بخير، ولكن كمان عم نعاني من شغلة إنه ما في عنا آليات لرفع الأنقاض، ومن شوي كمان الصبح نزل برميل متفجر على حي الهلوك، كمان إصابات الحمد لله ما في ولكن أضرار مادية كبيرة. بالمواصلات كمان نزل برميل كمان ما في إصابات الحمد لله، بس هون في 3 مفقودين هن النساء، 3 نساء أو 4 نازحين هون للأسف عم نبحث عنهم وما زال البحث جاري حتى الآن، معنا آليات ثقيلة لحتى نطالعهم بأسرع وقت ممكن.